اعرف رايك برضه يا استاذ حكيم. بص يا كابتن، التطور الطبيعي في موضوع الرعاه طبقا للي انت بتقدمه، انت اللي بتقدمه كنادي اهلي للراعي اللي جاي لك، انت بتقدم له ايه؟ ما تحطنيش موضوع مقارنه ان واحد يطلع يقول لك اصل انا جاي لي سين مثلا. يعني انت النادي الاهلي بتبيع ايه؟ بتبيع فريق اول بكل ما له من بطولات، هو الاول في النادي القرن في افريقيا، واخد اكبر عدد من دوري الابطال، واخد اكبر تاني على مستوى العالم في عدد البطولات القاريه. الميزانيه بتاعت الفريق اللي هم القيمه التسويقيه للفريق برضه جزء من الموضوع. النقطه الثالثه، انت بتبيع له برضه اعلانات ملاعب مثلا، ملعب بتبيع له جمهور بيتفرج عليك يا جماعه، ده الاساس. كم جمهور؟ انا رايي بتيجي يعني انا لو سالتني، لو انت اللي بتسالني هقول لك اول حاجه الجمهور. في نقطه 80 مليون في نقطه في الجمهور تانية يا كابتن في مصر، بس في نقطه في الجمهور تانية دي تبين لك التطور، ان انت بتبيع مثلا انا عندي كنادي الحقوق ديجيتال وحقوق رقمي كنادي اهلي، عندي 35 مليون بني ادم على وسائل التواصل الاجتماعي. مظبوط، تمام. انت عارف يعني ايه؟ انت بتسوق ل 35 مليون بني ادم، فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، كل ده بتسوقه. غير الحقوق الرقميه، تاريخ 100 وكذا سنه، دي حقوق رقميه. كل ده انت بتحطه للمنتج، اسوار كام فرع، كل ده برضو مهم جدا الناس لازم تعرفه. انت عندك كام فرع بتقدمهم؟ ده موضوع الفروع ده لسه ما استوعبش على فكره. ده لسه ده انت بتتكلم في فكره مجنونه في الفروع دي هتتعمل. لو اتعملت هتجيب قد كده. فيا كابتن انا كله هيتعمل. كله هيتعمل. فما ينفعش تيجي تقول لي ان انا اصلا انا عندي. لا، انت ما عندكش زي الكلام. لا، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. انا بتكلم على فكره بشكل عام. خلي بالك يا عبد الحكيم، انا دايما احب اتكلم عن النادي الاهلي. ليه؟ لانه انا كل اللي يهمني ان انا اشوف النادي الاهلي في مكانه عاليه، بياخد الفلوس اللي هو عايزها عشان يجيب الصفقات اللي هو عايزها، علشان ياخد البطولات اللي هو عايزها، عشان يجيب. ما انا كمسوق يا كابتن او كراعي باجي ليه للنادي الاهلي؟ ده اللي انا بقوله. بجانب حاجه تانية مهمه جدا، انا كنادي اهلي عندي التزام غير عادي. يعني لو بصيت في العقوبات اللي بتوقع على النادي الاهلي من الشركات الراعيه للمخالفه، تكاد تلاقيها صفر يعني بالكتير. لكن مثلا اي نادي تاني هتلاقي عنده مخالفات كتيره جدا. لاعب يطلع لاعلان مشابه، انت بتحط حاجه على التواصل الاجتماعي مش بتاعتك، تطلع تلبس تيشيرتات مش موحده، كل ده حاجات بتساعد في القيمه الرقميه اللي انت وصلت لها للنادي، انك وصلت المليار وكسور بس.